رشيد الريطب من المستفيدين في ليدالو أ في الملابس بالسوق النموذجي للقرب الخير. أولا هناك مجموعة من المواضيع اللي غادي نتناولوها، ولكن الوقت ما يسمحش لنا باش غادي نتناولوا جميع المواضيع في هذا السياق. أولا في البداية بك أستجير ربي فمن يجير سواك، أجر ضعيفا يحتمي بحماك. أولا أنا بغيت نعرف دابا السؤال الأول اللي كيتبادر في الذهن ديالي أنا، هو رئيس الجمعية والكاتب العام اللي هما كيهدوني يوميا على أنهم غيدوني للحبس، وأنهم غيدوا لي بلاصتي، وأنهم مدعومين من طرف الجهات العليا والسلطات العليا. أنا الآن بنطرح السؤال، من هما الجهات العليا والسلطات العليا اللي هما عطياهم الأوكي باش أنهم يديروا هذا الشيء في السوق؟ أنا بغيت هاد الجهات العليا وهاد السلطات العليا اللي هو كيتكلم عليها يوميا في هاد السوق النموذجي اللي هو ديال البوابرية ديال الفقراء ديال المستضعفين ديال أصحاب الهشاشة اللي جاو لهاد السوق، باش غادي يجي هو يهددنا بهذا المنطلق؟ أنا بغيت نعرف هاد الجهات وهاد السلطات، بغيت نعرفها. أنا الآن فمي طاح كامل، بغيت نعرف هاد السلطات، باقي الآن ما عرفتهاش، قريت التعييت وشاب راسي، بغيت نعرف هاد السلطات. أنا عكاك عيبات، بغيت نعرف هاد السلطات اللي هو كيتبجح بها هاد الكاتب العام. هاد الكاتب العام ما عرفتوش، بقى لي هو غادي ديال المينوط، ها كيقول لي كوميسي صاحبي ووكيل صاحبي، راه دابا كنقول لي جيب المينوط وهاك ليدي وانا نستعد نمشي معاك. أنا بغيت نعرف، اللهم إن هذا منكر. هذه جمعية بين قوسين، ما غاديش نتكلم على بين قوسين لأنها موضوع كثير، وكيفاش جات وكيفاش نشأت ومن هم، فهمتيني، ومن أسسهم، ما غاديش نتكلم عليه لأن هذا موضوع آخر. أنا دابا الآن كنتكلم على الاستهداف، أنا وصديق ديالي وهي هذيك وهو كيدير التشهير وكاين عدم الأوصاف. أنا دابا تهم الموجه الرئيس والكاتب مع احتراماتي الأعضاء الآخرين، ما بينو منهم إلا الخير والإحسان. السلام عليكم. حنا الاسم سعيد كمستفيد في هذا السوق هذا، بغينا نوجه واحد الكلمه لهاد الناس المسؤوله اللي جابونا لهذا السوق هذا، منهم السيد العام الشينان، وهاد الناس هادو حنا كنطالبوا بالدعم ديالنا والتجهيز ديالنا في هذا السوق هذا. ما داروا معنا والو هاد الناس، وغدا ولا بعد غدا غيتفتح كوكي وغيتفتح البيير عندك، يعطوهم الدعم ديالهم هاد الناس هادو. الا عطاو لهذوك الناس الدعم ديالهم يعطونا حتى حنا الدعم ديالنا. الناس كامله مضروره هنايا، الناس كامله مسالات هنايا، كملات هاد الناس هادو، كلشي كملت هاد الناس هادو. وبالنسبه لهاد الناس المسؤوله، الله يرحم الوالدين، كنطالبوا منهم يجيبوا لنا ديالنا اللي عطينا سيدنا، اما هما راه ما عطينا شي حاجه. والله ينصر سيدنا هو اللي عطانا هاد المبادره هادي. اما هاد الناس هادو تكلفوا بالعمل ديالهم وداروا خدمتهم، عطاونا الاماكن ديالنا ولكن ما كملوش الخدمه ديالهم. الدعم والتجهيز ديالنا راه ما عطاوش لينا هاد الناس هادو. ومنها هاد الكلمه هادي من هاد المنبر هذا للسيد العامل شينان، الله يرحم الوالدين، بان راه حنا مضرورين هنايا وما بغينا والو، بغينا ديالنا. والله ينصر سيدنا. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم على الموقع ديالكم المحترم، وتنشكركم. وحنا بغينا نبلغوا واحد الرساله للسلطات المحليه هنا في مدينه اسفي بجمعيه الخير او بواحد جوج اشخاص داخل هذه الجمعيه، اللي هو الرئيس والكاتب العام اللي تهددونا من نهار دخلنا لهذا السوق. تهددونا بالسجن، وتهددونا بسحب الارقام ديال الاستفاده ديالنا، ودائما تهددونا مرارا وتكرارا بالجهات، وتتكلموا على الجهات او الجهات العليا، السلطات العليا. قال لك حنا غنتصلوا بالسلطات العليا باش يسحبوا لكم الارقام ديالكم. حنا اليوم جينا من المنبر ديالكم الكريم باش نعرفوا شكون هم هاد السلطات العليا اللي تهددونا بهاد الاشخاص. حنا مرارا وتكرارا حنا تنتكلموا على القانون الاساسي والقانون الداخلي ديال هاد الجمعيه، بتنتكلموا على القانون الاساسي او القانون الداخلي تتهمونا بالتحريض وتحرضوا علينا بعض البلطجيه وتتهمونا بشي اتهامات خطيره جدا، وواحد الالفاظ اللي هي عنصريه، وخصوصا اتجاهي انا تتلفظوا بالفاظ عنصريه، وتديروا عمليه تشهير بقهوه وحليب. حنا الاسم ديالي عبد الجليل، ما سميتيش قهوه، والصديق ديالي سميتو رشيد ماشي حليب.
هاد الناس هادو وصلوا لواحد المستوى ديال الجبروت على مستوى سوق الخير. نور الدين فلاح مستفيد في سوق الخير، وكنوجه واحد الرساله للرئيس الجمعيه والكاتب العام ديالو وجميع الاعضاء ديال الجمعيه مساكن الله يهديهم علينا، يعلقوا لنا واحد الحاجه سميتها قانون اساسي وسميتها قانون داخلي، وعطيونا وقت وهضروا معنا صاحبي راه حشومه، علقوا لنا الامور ديالنا وريونا باش نعرفوا هاد اللوبجي اللي غاديه به هاد الجمعيه ديالكم شنو هي. الله يخليكم الدراري ولا المسؤولين ولا حشومه صاحبي، علقوا لنا المسائل اللي حنا كتخصنا، حنا كنبغيوها. علق لينا قانون ديالنا نعرفوك، علق لينا القانون الداخلي نفهموه باش نعرفوا حنا فين غاديين. والسيد الرئيس الله يخليك، راه قلناها لك وصيفطنا لك مع الاعضاء ديالك الكرماء، وهذا الشيء راه ما لقينا منه حتى شي حاجه. راه جا الوقت ديال انك تعلق لينا شغلنا، حنا ناس مستافده خصنا نعرفوا فين غاديين معاك. غنتبعوك مرحبا، ولكن عطينا باش غنتبعوك. شكرا. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.